هل الحين بنروح نغدي؟ احنا وصلنا تبرع ابو، هل الحين وصلنا تبرع لكل اسره دفايه؟ اللهم لك أيوة الحمد. الله الحمد لله. هذا ثمار زيارتكم، بس الله يعافيك. هذا ثمار اهل الخير، الله يجزاهم خير. وهالحين يا طول العمر بنشوف الطريقه كيف يعمد الموظف الاجهزه الكهربائيه خلال دقائق في وقت هذا الحين. هالحين يلا سريع بسريع. اللهم لك الحمد، الحمد لله الرابع الحمد لله. ماد هذا اول الخير، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله يجزاهم خير واهل الخير فيهم خير، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اللي الفتت الانظار كلها الرحمه باذن الله، باذن الله. هذا اول الخير والخير جايكم ان شاء الله. جيتكم هي خير يا رب يطول عمرك. اللي الفتت جميع، شوف الناس كلها تتابعنا وتتابع الجمعيه وتتابع اعمال الجمعيه وتبرعوا سبحان الله على جعل الرب يطول عمرك. مثل ما قلت شافوا الامطار وشافوا الاجواء خير مالك. خير اللهم لك الحمد. وهذا هذا ثقه فيكم بشيله قد يستلم جهاز دفايه، يعني ما يقدر يستلم كيف خلاص. الاحتياج وش الدفايه؟ انا غديت يستلم دفايه، يستلم دفايه، ممنوع يستلم اي جهاز ثاني. دقيقين في كل شيء، دقيقين. ليش احنا نبغى الحاجه؟ وش الحاجه؟